الشهادة والحسين عليه السلام كلمتان مترادفتان لا تذكر إحداهما إلا ويتذكر الناس الأخرى. فالحسين هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي كان شهيداً وابناً لشهيد وأباً للشهداء. وعندما قتل في كربلاء كان محاطاً ب73 شهيداً من أهل بيته وأصحابه الكرام. لقد أثبت الحسين عليه السلام وأصحابه أن قعقعة السلاح لا ترهب أولياء الله في أي زمان أو مكان، وأن الموت في سبيل الحق أول ما يرجوه عباد الله الصالحون وآخر ما يخافون منه. الذين انتقلوا من معسكر ابن سعد إلى معسكر الحسين عليه السلام كالحر ابن يزيد الرياحي هم من أكثر حجج الباري يوم القيامة وأعظمهم على كل عمال الظلمة المتورطين معهم في ارتكاب الجرائم. أعطش الحسين عليه السلام وأصحابه حتى يتنازلوا عن مواقفهم، لكن العطش زادهم إصراراً على حقهم في رفض الباطل وثباتاً على تمسكهم بالحق ومعرفة بالعدو الذي يستعد لكي يرتكب كل نوع من أنواع الجرائم في سبيل سلطته وملذاته وشهواته. مهما قلت أنا عن الحسين عليه السلام، ومهما قال عنه القائلون، ومهما مدحته ومدحه المادحون، ومهما ذكرت له من المناقب، ومهما ذكره الذاكرون، فلن نؤدي حق موقف واحد من مواقفه الكريمة وهي بالألوف.